اسلام طولها 173 ووزنها 101، بتقول ان هي خدت دواء يعني تمام. للتخسيس ولقيت نفسها بتزيد تاني بعد سنتين في الارداف والبطن هو فهي مبدئيا عايزه حاجه الدواء اللي كده. حضرتك اتكلمت عنه ده دواء غير مصرح من وزاره الصحه، ما انصحش بيه نهائيا حتى لو كان بيخسس خطر. يعني كويس انه انك الحمد لله ما حصل لكيش حاجه منه، بس ما تكررهوش تاني. عايزه حاجه لقفل الشهيه، الحاجات البران كبسول لو لقيتيه اوكي، او اي حاجه من بذور السيليوم زي انا سيليوم او سيلوفينا او سيلتاج، اي حاجه من بذور السيليوم بتملى في المعده وتنفش وبتدي احساس بالشبع قبل الوجبات، وتستعملي حاجه لزياده الحرق في نوع اسمه توب جينجا او ميرتي قبل الغداء وقبل العشاء مع اللي هو بذور السليم.